إذاعة صوت العرب من أمريكا. رمضان جانا وفرحنا أبو بعد غيابه بقاله زمان. غنوا قولوا شهر طوله، غنوا قولوا أهلاً رمضان. لكل واحد فينا ذكريات جميلة في شهر رمضان، وأكيد نجومنا اللي لمعوا في سماء الفن هم كمان ليهم ذكرياتهم، ودقيقة ورا دقيقة هنعرف كل حكايتهم مع شهر رمضان في برنامجنا دقايق مع نجم. دقايق مع نجم، أعداد مروة مقبول. يأتيكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية. بلا أهل بلا سند ولا أهل له إلا بلا دفء بلا مدد، فلا تبخل عليه بذات. وماذا يخسر الإنسان من حضن لمن عانى؟ فنال جزاءه بالبذل والأحسان أحسانا. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أكفو اليتيما من خلال لايف. الفنان الجميل الأستاذ أحمد سلامة، أهلا بك في إذاعة صوت العرب من أمريكا. أهلا بك يا فندم، وأهلا بكل الإخوة العرب الجمال. احنا النهارده موجودين في بروفا جديده وعرض جديد من عروض فرقه رضا اللي سيادتك بتشارك في بطولته، واسمه افراح مصر. عايز حضرتك تكلمني شويه عن العرض. هو عرض استعراضي بعمله مع فرقه رضا في تنوعات مختلفه من خلال دراما على العادات والتقاليد والافراح اللي بتقام في اسكندريه وفي الصعيد. تنوعات طبعا استعراضيه لفرقه رضا بيتخللها دراما، رحله هروب شخص واحنا كلنا بندور عليه، فبندور عليه من محافظه لمحافظه وبنتقابل مع العادات والتقاليد بتاعه المحافظه. الأستاذ أحمد سلامة، بتحب الفنون الشعبيه؟ يعني ايه علاقتك بفرقه رضا؟ يعني لو كلمني عن كواليس، لو في كواليس. انا تربيت فرقه اطفال التلفزيون، وكان متولينا في الاستعراضات والرأس الاستاذ احمد نديم نجم الفرقه القوميه، واشتغلت على مسرح البالون ده، عرض اسمه حبيبتي يا مصر. اشتغلت كراقص انا ومحسن محي الدين وعبد الله محمود وممدوح عبد العليم، كنا راقصين فقط، ما كناش بنمثل، كان مساله تدريب بالنسبه لنا على الاستعراض يعني. فانا طبعا بحب وفرقه رضا تاريخ قديم وعريق وجميل ومحترم وكده، يشرفني ان انا اشتغل معاها. طيب في رمضان السنه دي احنا بنتفرج على الجزء الاخير من سلسله دم، هل حضرتك كنت موافق او كنت مع فكره ان هو يعرض في رمضان؟ انا كنت مع فكره ان هو يعرض عموما، لان سلسله دم الجزء الاخير ده لو نزل في اي وقت في 12 شهر الناس هتشوفه كويس قوي، لان الناس متابعه 4 اجزاء والناس متعطشه بقالها اكتر من سنه تشوف الجزء الاخير وتشوف الاحداث هتخلص على ايه. بلاقي ده اللي انا بقوله لك ده من رد فعل الشارع معايا، يعني امتى الجزء الاخير، امتى الجزء الاخير، بقالهم اكتر من سنه بيسالوني امتى الجزء الاخير. فانه ينزل في رمضان او ينزل في اي شهر كان هيلقى كثافه المشاهده اللي موجوده في رمضان. برضه متابع ايه من دراما رمضان اللي بتعرض حاليا؟ متابع كل الدراما، متابع كل حاجه، مفيش حاجه ما بتابعهاش الحقيقه. يعني بيعجبك حد او مين اللي لفت نظرك السنه دي من النجوم سواء الكبار او الصغير؟ لا هقول لك، انا من 7-8 رمضانات كده وانا معجب بالدراما المصريه اللي بتتقدم الحقيقه. ابتدينا نشوف صوره مختلفه، ابتدينا نشوف مواضيع جميلة، ابتدينا نشوف ممثلين مجتهدين جدا جدا وشاطرين جدا. لا في شكل جديد في الدراما، المخرجين الشباب الجمال اللي دخلوا أسروا الدراما المصرية بأفكارهم وبتكنيكهم الجديد، ولا في طفرة في الدراما المصرية كبيرة جدا جدا. أنا عجبني كل المسلسلات، يعني الزعيم عجبني، دكتور يحيى عجبني، عمرو يوسف عجبني، علي ربيع حتى عجبني كمان، طايع طبعا عمرو يوسف، واللي أنا سعيد بيهم جدا كمان ياسر
الرياض ومحمد رياض طبعا في رحيم. بصراحة ياسر ورياض لأنهم صحاب عمر يعني، فأنا فرحان لهم جدا وبعد استمتع معهم جدا. أمير صديقي وأخويا بتابعه، اشتغلنا مع بعض وكنت هشتغل كلبش الجزء الأولاني لكن ما حصلش نصيب. بقعد أتابع، بتابع كل حاجة، بتابع كل حاجة علشان دول الفنانين دول أنا عشرتهم أكتر من أهلي أصدقائي وصحابي، ولازم أتصل أقول لهم رأيي ولازم أهنيهم بنجاحهم. طبعا نقول سؤال لئيم كده عن كلبش، ليه اعتذرت عن كلبش الجزء الأول رغم أن كان أنت كنت هتقوم بدور محوري جدا في الأحداث؟ تمام. بص، أنا ما بشتغلش غير عمل واحد في السنة، بقالي بتاع 12 سنة بعمل كده أو أكتر يعني، ما بشتغلش غير مسلسل واحد بس في السنة. وأنا راجل عندي بيت وعندي عيال يعني يعني أنا ما بشتغلش للفن وخلاص يعني، أنا بشتغل طبعا للفن لأن أنا تربيت في هذه المهنة يعني، وبحبها وبعشقها وبحس أنا بروح ألعب مش بروح أشتغل يعني. التمثيل ده لعبة جميلة الفنان بيعيشها يعني، لكن برضو ماديا المفروض الحكاية تبقى بالنسبة لي تقدير. لا مش بس في تقدير، في أجور متبعة يعني، أنا ليه أجر موجود بتعامل بيه، وكل مديرين الإنتاج وكل المنتجين الفنيين عارفين أجور الفنانين يعني. سهل قوي إن أنا أتصل بأي مدير إنتاج سين أو صاد اشتغل مع المسلسل اللي فات أعرف أجره كام يعني. فلما بتبقى الحكاية مقربة إلى معقول بوافق، انما لما تبقى الحكايه مش مظبطه معايا ماديا لا، ما احسن ان انا ما اشتغلش وما يبقاش فيه انكم، احسن ما اشتغل وما يبقاش فيه انكم. الاثنين واحد. الاثنين واحد يعني. فده كان سبب اعتذاري الحقيقه يعني، انما ما كانش في سبب اخر. انا يشرفني العمل مع الاستاذ محمد عبد الحميد اللي انتج الجزء الاول، ويشرفني العمل مع امير ومع الناس كلها يعني. طيب احنا هنتكلم بقى عن سؤال اخير وهو طقوسك في رمضان، يعني احنا عارفين ان انت رمضاني شوية. لا انا رمضاني كتير. انا ابن السيدة زينب يعني، رمضان عندي ده شيء مقدس يعني، شيء ليه سحره وليه عبقه وليه ريحته وليه طقوسه وليه روحانياته وليه يعني. ابن السيدة والمناطق الشعبية الجميلة بتاعتنا يعرفوا الكلام ده كويس، واعتقد ان مفيش حد من منطقة شعبية يعني او من الفلاحين، مصر كلها من مناطق شعبية ومن الفلاحين. فلا رمضان بالنسبة لي يعني سيدة زينب يعني، الفطار مع العيلة يعني، يعني الحاجات اللي بتتحضر قبل الفطار يعني، المسلسلات يعني. فرمضان بالنسبة لي ليه سحر خاص يعني. وإن كان أخيرا لما في الرمضانات الأخيرة بتعزم برا كتير جدا على فطار وعلى سحور، فده ما بيدينيش برضو الفرصة الكبيرة أن أبقى متواجد في البيت ومع الأسرة يعني. كلمة بقى توجهها لكل مستمعيك في أمريكا تقول لهم إيه؟ أقول لهم كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. أنا طبعا عارف أنكم عايشين رمضان كأنكم معنا في مصر بالظبط، و يا رب العيد اللي داخل علينا ده يبقى عيد سعيد عليكم وعيد جميل، وربنا يوفقكم وربنا يصبركم على الغربة، لأن أنا شخص من الأشخاص اللي ما بعرفش أقعد أسبوع برا مصر يعني ما بعرفش يعني، بحب البلد دي وبحب ريحتها وبحب تعبها وبحب فرحها وبحب كل حاجة فيها يعني. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم إن شاء الله. رمضان معنا وفرحنا أبو بعد غيابه وبقاله زمان. يأتيكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية. غنوا قولوا شهر طوله، غنوا قولوا أهلان رمضان، رمضان جانا. دقايق مع نجم، تقديم خالد شهيد.